السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. نحبك في الله. حبك الله الذي أحبك. مثلا عن صحة حديث من قال إذا أوى إلى فراشه وقال الله أكبر كبيرا عدد كلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله عدد كلمات الله. لا يصح سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ ذكر أنه مرفوع عن ابن عمر، يصح؟ إذا قال مرفوع ابن عمر نسبون الرسول بارك ضعيف على رسول الله، يعني نأخذ به، لا خذ بالثابت، صحيح أفضل. ماشي، هذا خلاص. وياك.